كتر خيرهم داروا معنا وجابوا لنا هذه البركه هذه، الله يكتر خيرهم ويخلف عليهم، طلبوا سيدي ربي يكون معاهم والله يجعل سيدي ربي يكون معاهم. يجعل سيدي ربي يكون معاهم. عندك شي وليدات؟ ها؟ وليدات عندك شي وليدات؟ عندي وراهم عطاو لي الكسوه وعطاو لي الكوبرتات وعطاو لي الخير والربح الحمد لله. يعني انتم محتاجين بالنسبه لهذا؟ واه عندنا البرد وعندنا الجليد عندنا الله يكثر امثالهم. الله يفتح عليهم، الله يجعل كل عام يبقاو يفكرونا ان شاء الله بهذا الشيء هذا في وقت البرد. بالنسبه لكم انتم اول مره يجوكم هاد الناس ديال الجمعيه؟ واه جاو لنا واحد النهار الصح هذه بزاف من اللي جاو لنا، هذه هي اول مره جاو لنا، الله يكثر خيرهم. بالنسبه للمساعدات واش بحال المساعدات هذه ولا مساعدة؟ لا هذه عاوتاني، هذه عاوتاني زينه، هذه زينه، هذه زينه المساعده هذه. الله يفتح عليكم، الله يكثر خيرك. شويه كيجيبوا لنا هكذا نتغطاو، وكنجيبوا الحطب ونديروا تدفئه من العام للعام، كنديروا تدفئه وحتى يفوت هذا تدخل شهر ربعه كنكونوا زينين شويه. نطلبوا الله يكون هذا العام زين ان شاء الله، والله يكثر الخير نتاع مواليه، ونطلبوا الله هاد المحسنين الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير، الله يجعل سيدي ربي يجعل لهم هذه الحسنات في اخيال في بلاصتها ان شاء الله. نطلبوا الله الله يجعل سيدي ربي يكون هذا العمل خالص لوجه الله. احنا الله يجعل سيدي ربي يخلصكم من عنده، الله يجعل سيدي ربي يخلصكم، والله يجعل هذا العمل يكون خالص لوجه الله. ونطلبوا الله ما يكونش هذا اخر المجيه، تبقوا دائما تفكرونا. نطلبوا الله الله يزيد في ايامكم انتم وهذ المحسنين ديالكم، والله ينصر سيدنا، الله يجعل سيدي ربي يغلبوا على من عاده. امين سيدي، الله يجعل سيدي ربي ينصر سيدنا وينصر الاسره العلويه، والله يجعل سيدي ربي يكون عمره مبارك مسعود ان شاء الله.